صراحة عليك، ما يستفز الأردنيين اليوم، وخلينا نحكيها بكل الصراحة، أنه بشاهد كثير من المسؤولين بيعيشوا برفاهية عالية جدا، بيعيشوا برواتب مرتفعة جدا، وفي نفس الوقت يطالب الأردنيين بالصبر وأن يتحمل الظروف الاقتصادية. هذا يستفز الأردني، هذا ما يجعل الأردني لا يثق بأي قرار أو أي تبرير لأي قرار مهما كان. متى ننتهي من هذه الحالة؟ يعني شوف، ما بقدر أجاوب هيك جواب، لأنه أنا كنت أخذ راتب لا بأس فيه أو عالي مقارنة برواتب الأردنيين، فيعني إذا أنا مشارك في لا 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 خلينا أنا مشارك في الجريمة، خلينا نقول يعني، بس يعني المقارنة صعب جدا، يعني في كثير من الأحيان أنت بتجيب كفاءات، كفاءات هاي في الخارج كانوا معطين، أنا بعرف شخص جابوه كان يتقاضى 26,000 دينار في إحدى الدول العربية الخليجية الشقيقة، نعم، وإجا وأخذ 4,000 دينار، قامت قيامة الدنيا عليه. فهي أنا بقول ردة فعل لفجوة الثقة، لا أكثر ولا أقل. صحيح. يعني أذكر لما كنت صغير تقاعد والدي رحمة الله عليه، شهيد ورئيس وزراء، 85 دينار، 85 دينار، أنا تقاعدي 30 ضعف يمكن الآن، وهيني أنا ما استشهدت، ما ضحيت. رحم الله الحسين، يعني كفى ووفى، كفى ووفى، أنا لست هنا لأقول إنه، بالعكس كفى ووفى وزيادة.